أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن من صلى الفجر في جماعة وتصدق وشيع جنازة وعاد مريضا في اليوم نفسه أنه يكون من أصحاب الجنة؟ نعم، هذا ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورد هذا أن من شيع جنازة وأصبح صائما وتصدق بصدقة أنه يكون من أهل الجنة إذا توفرت فيه هذه الصفات. وقد توفرت في أبي بكر رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.